رجعت التحيه بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيف اللي انضم لنا دلوقتي كابتن ايمن دجيش، حكمنا الدوري السابق، واكيد في حالات تحكيميه كتير في مباراه القمه الاهلي والزمالك تحت 17 سنه. هنشوف بقى راي الكابتن ايمن دجيش في كل الحالات التحكيميه. اتفضل يا كابتن ايمن. تحياتي ليك كابتن اسامه، وتحياتي كابتن فتحي وكابتن حشيش وكابتن احمد بلال. يعني هنبتدي النهارده مباراتنا. النهارده كان طاقم تحكيم صابر ابراهيم، ومعاه مساعد اول اسامه السيد، مساعد ثاني محمد فاروق. هنبتدي مع بعض كده، نبتدي الحالات. الحالات ماشي، هتقولنا بقى الحاله الاولى. دي اللقطه، ايه لقطه الاصطفافه؟ عايزك تجيب لقطه القرعه كده ذكروري، اللي هم الحكام بس. الحكام بس، افتح لي الصوره على الحكام. لو عايزنا اقف لي هنا، اقف لي هنا بس يا ذكروري على المنظر اللي فيه الثلاثه. احنا هنا بنقول بس، يعني يا ريت النهارده لو لاحظنا في حكمين عليهم بادج اعلانات، وفي حكم ثالث ما عليهوش. يعني انا شايف ما يكسنيش حته موضوع اعلان او مش موجود اعلان. توحيد الزي، انا كنت اتمنى ان توحيد الزي طبعا لون واحد، ولكن لو كان في اعلان يبقى في الثلاثه، ما فيش اعلان يبقى في الثلاثه. الموضوع ده مهم جدا في جميع، خاصه ان الثلاثه دوري ممتاز يا كابتن. هم حكام الثلاثه حكام دوري ممتاز، المفروض ان هم يبقوا متفقين على الحكايه ديت، او اللجنه بتقول لهم يعني. فانا اتمنى في القادم يبقى الموجود اعلان او مش موجود مع الثلاثه يعني. تمام، هنبتدي بقى الحالات معانا. اول حاله عندنا هدف الاهلي الاول، اهي كره مرفوعه طبعا، هنا في رفع ايديهم. لا هنشوف، عايزين نشوف صحه الهدف، هنرجع تاني ونوقف. طبعا لو لاحظنا هنا ماشيين الكوره، طبعا هنا جت في الظهر ما بين لعيب الاهلي ولعيب الزمالك، وطبعا ده جت ما فيش فيها اي خطا وما فيش اي لمسه يد او اي حاجه، هدف صحيح للنادي الاهلي. هنروح للعبه اللي بعديها. طبعا اللعبه دي طبعا هنا تدخل بتهور مع حارس المرمى. هنرجع تاني وتوقف لي، شايف الرجل فين؟ الرجل فين؟ طبعا هنا دي ممكن تسبب اصابه، بقول لصبري يعني دي اصابه جامده لحارس المرمى ممكن تجي له. هو هنا ادى الركله الحره، بس انا كنت اتمنى ان صبري في اللعبه ديت يدي الانذار، لان الانذار هنا في اللعبه دي مستحق، لان دي كان ممكن يسبب اصابه كبيره لحارس المرمى. هو بيحط الحارس بيشوط وهو بيحط رجله، فهنا كان لازم الانذار كان وجوبي في اللعبه ديت يعني. اروح للحاله اللي بعديها. طبعا دي اللعبه اللي قبل رجل الجزاء، عايزين نشوف فيها تسلل ولا لا. ارجع لي من الاول. بص لو رجعنا في لقطه عندي ثانيه مبين اللاعب متسلل، ارجع لي على الدماغ ثانيه ضروري بعد اذنك. ايوه وقف لي بس. هنا لاعب الزمالك هنا بيطلع بسرعه. بيطلع بسرعه، لو لاحظنا رجله اللي ورا هو بيطلع بسرعه. لما طلعت الكوره وجت لي اللقطه الثانيه، يا ريت تجيبها لي، هيبان ان لعيب الاهلي لوحده. اللقطه اللي بعديها هو هنا طبعا، اجيب لي اللعبه دي بقى. هنا بقى وقف لي بقى على، وقف لي كده. هنا الكوره هنا كانت طلعت بقى لها شويه. الكوره دي اللي طلعت بقى لها شويه كان هنا اللعيب خلاص، اللعيب لسه في حد في الزمالك مغطى. بقى اللعيب الاهلي لوحده بعد خروج الكوره. لكن هي كابتن اسامه اللحظه اللي بتخرج فيها الكوره، لحظه لمس الكوره من الراس لاعب النادي الاهلي، هي دي اللحظه السليمه. وزي ما شفنا الزاويه الثانيه بينت هنا اللعيب باين انه لوحده، لكن لو جبنا اللعبه من الزاويه الاولى بان ان لعيب الزمالك كان بيطلع بسرعه ولعيب الاهلي مستني، فاللعبه ما فيهاش تسلل. هنروح للعبه ركله الجزاء، تكملة اللعبة بقى. طبعا هنا ركلة جزاء طبعا واضحة، ماشي 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 خلاص، هو لعيب الاهلي عدى الكورة والتاني دخل في رجله، ركلة جزاء صحيحة. ولكن هنا لينا ملاحظة على صبري هنا كان المفروض يتحرك، تحرك صبري ما كانش مظبوط لانه ما قربش، اللي اداله الحكم المساعد يا كابتن، هو ما كانش هيحسب. فالنهارده اسامه، انا بحيي اسامه السيد، وده قرار كان لازم اسامه يتدخل فيه، لان لو ما تدخلش اسامه السيد في اللعبه دي كان هيبقى مسؤول مع صبري عن اللعبه دي. يعني اسامه هنا صبري ما حسبش، لازم نشيد بالحكم المساعد فيها دي. طبعا لازم نشيد بيه، ودي مسؤوليته برضه يا كابتن اسامه، لان ده دور اللعبه قريبه من الحكم المساعد عند زاويه رؤيه. الحكم ما اداش وبعد كده بص له زي ما احنا شفنا وساعده في القرار وادى ركله الجزاء المساعد. بحيي اسامه لان ركله جزاء صحيحه، انما صبري ما كانش عنده زاويه رؤيه، ما كانش يدي بص زي ما شايفين. صبري بيبص للمساعد بيقول له ركله جزاء وادى. بحيي اسامه السيد على اللعبه ديت. نروح للعبه اللي بعديها. طبعا دي لعبه صبري ابراهيم ادى فيها تمثيل. هنرجع للعبه من الاول
وعايزك توقف لي بس لحظه الدخول. وقف لي. بص لحظه الدخول، ارجع لي تاني سنه بس، نرجع سنه مع بعض. الدخله اصلا يعني تحور دي شوية. دي دخله حره ما فيهاش كلام. واخد بالك؟ صبري طبعا ما حسبش وراح ادى. بص الدخله بس، وقف لي هنا، وقف لي على اللقطه دي، ارجع لي سنه. بص اللعيب هنا اولا، اللعيب دخله الرجل طبعا مرفوعه، هنا في ركله حره، هنا ادى انذار. انا طبعا صبري قرار غريب من صبري، لان انت صبري النهارده اللعيب بتاع الاهلي انا مش هحاسبه. الكره اهم حاجه في كره القدم الحفاظ على سلامه اللاعبين. لا تمركزه كمان يا كابتن ايمن كان يعني فوق الممتاز. بص يعني متر بينه وبين اللعبه. لا انا حاجه تانية كمان من صبري زعلان منه في اللعبه دي، بسبب انا النهارده كلاعب النادي الاهلي، انا اللعيب النهارده عايز احمي نفسي الدخله. الدخله عايز احمي نفسي من الاصابه، فالنهارده حتى هو لو ما اداش القرار، بص مش شرط ان انا ادي عشان ما اديتش القرار ادي تمثيل. لا انت كان ممكن لو انت عايز يستمر اللعب، لكن هي اللعبه فيها خطا كان المفروض يحتسب، وممكن ممكن الزاويه دي موضحها بشكل اكبر. وممكن يوصل ان انت تدي اللاعب ده انذار، لان الدخله وقف لي على الرجل المرفوعه. شفنا الرجل مرفوعه ازاي. بص الرجل رفعت بس الرجل بس دي. خلي بالك يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. كانت النتيجه 2-0، حسيت شويه ان الكابتن حكم المباراه كان عايز يحجم المباراه بشكل اكبر عشان النتيجه ما تفتحش. لا ده كان احساسي وانا بتفرج على حكم المباراه. بص يا كابتن اسامه، احنا بنتكلم على تحكيم. اقف لي بس دقيقه واحده يا دكتوري، احنا بنتكلم على تحكيم. طالما انا ماليش دعوه، انا كحكم بنزل المباراه ماليش دعوه بنتيجه، ماليش دعوه مين كسبان، فرقه كسبانه 10 كسبانه زي ما كسبانه، النتيجه ايه؟ النتيجه دي انا النهارده قرار، احنا النهارده قرار في الملعب، انا بديه القرار ده صح ولا مش صح بس. فدي ده المهم يعني. اهم حاجه كابتن ايمن زي ما حضرتك اتفضلت، قانون كره القدم وضع ليه؟ وضع حمايه اللاعبين وسلامه اللاعبين. اللاعب هنا مش شرط عشان ما ياخدش، بيقول لك بيمثل، هو بيحمي نفسه يعني. المفروض انا كحكم شفت الراجل ده داخل، ده اللاعب لاعب النادي الاهلي بيحمي نفسه، مش بيمثل ان انا عايز، ما بيفكرش في فاول او فاول. بص هو بيحمي نفسه، بينط لفوق خايف من الضربه. كلام مظبوط يا كابتن فتحي، انا قلت الكلام ده. القانون بيديك انت الوضع ده، لان القانون وضع لحمايه اللاعب. انت عملت العكس، انت عاقبته كمان. تعاقب عشان بيحمي نفسه. ده الانذار. الصراحه انا بالنسبه لي القرار ده في المباراه كان اغرب قرار لصبر ابراهيم في المباراه، اغرب قرار، لان انت النهارده عاقبت اللاعب بتمثيل، وهو اللاعب بيحمي نفسه وفي رجل مرتفعه. هو مش تمثيل. مش تمثيل، لا في رجل كمان مرتفعه بطريقه، فاللاعب النهارده كونه ان هو ده يعتبر لعيب ذكي، لان هو بيمنع نفسه من الاصابه، لان بص الدخله راحه فين؟ كانت راحه لو رجعنا ليها لقطه اللي راح ركب اللعيب، راح لركب اللعيب اهي، لو امشي معايا تاني، راح فين الرجل؟ وقف لي كانت راحه فين؟ فهو لما عمل كده وطار، هو بيحمي نفسه من الاصابه فعلا. نروح بقى للحاله اللي بعديها. الحاله اللي بعديها دكروري. دي هجمه ما فيش حاجه فعلا، ما فيهاش حاجه خلاص. اللعيب اتصاب، انا النهارده بقول له يا صبري لعيب اتصاب في ملعب. وقف النهارده الحفاظ على سلامه اللاعبين دي اهم حاجه. هنا وقف لي، ارجع لي تاني بقى. اللعب ماشي، ما ينفعش يا صبري تمشي اللعب النهارده. حارس المرمى واللعب بيمشي واللاعب طالع، اللاعب ده الجون ده مش شايف، ممكن يعدي على دماغه، ممكن يدوس على اللعيب، ممكن يخبطه بدون قصد، ممكن تحصل اصابه ثانيه للاعب. انا النهارده ما فيش يستدعي، النهارده القانون بيقول لك النهارده اهم حاجه الحفاظ على سلامه اللاعبين. المفروض ان انا كنت توقف، كان لازم يوقف فيها. اللعيب اللعبه رجعت طبعا علشان وقتنا يا كابتن ايمن، رجعت تاني. شوف الحاله اللي بعديها. الحاله بعديها دي ركله الجزاء الثانيه. طبعا ركله الجزاء صبري كان قريب وعنده تمركز صحيح وزاويه رؤيه. ولو رجعنا بالحاله تاني، نرجع بالحاله، لا هنمشي مع بعض. طبعا لعيب نادي الاهلي اهو، مين اللي لعب الكوره خلاص. والتاني على رجله، ركله جزاء، ركله جزاء صحيح. طيب نروح اللعبة اللي بعديها، للحالة اللي بعديها. وقف لي بس هنا، وقف لي هنا، لا ارجع لي تاني، وقف لي بس عند اللعبة دي معلش. دي ركلة جزاء نادي الزمالك. هنقول الأول يا كابتن أسامة عندنا هنا، وقف عند، لا بس هنا مفيش تسلل أهو. لو لاحظنا اللعيب اللي على اللي قدام الدايرة على النادي الأهلي هنا مغطي، مفيش، يبقى هنروح اللعبة التانية خلاص، مفيش تسلل في اللعبة. برافو أسامة السيد، ركلة جزاء صحيحة، ممتازة. وركلة جزاء طبعا هنا لعيب الزمالك عدى، ولعيب النادي الأهلي خد رجليه. هنرجع تاني اهو، خد رجليه اهو لعيب النادي الاهلي، خطا. ركله جزاء مستحقه لنادي الزمالك. هنروح لاخر لعبه عندنا، لعبه الهدف الثاني للزمالك. اخر حاله معانا، الهدف الثاني لنادي الزمالك عن طريق الاحراز واللاعب وسام. هدف سليم طبعا. هنرجع بقى اللعبه من الاول، هنرجع اللعبه من الاول.
انا هنا بقى عايز اقول وقف لي بس على اللعبه دي، هات لي الكره قبل ما حارس المرمى حارس المرمى طلع وما لمس، ما لمس حارس المرمى، في اهمال هنا عندي. بص الكوع ارجع لي تاني، ارجع لي، ايوه بص بقى ناخدها من هنا من الزاويه دي كويسه فعلا. الحارس طالع اهو، طالع طالع طالع، ما لعبش، عمل ايه في اللعيب بتاع النادي الاهلي في بتاع نادي الزمالك؟ ساند خده خده. انا شايف ان اللعبه ديت هي اللعبه دي طبعا كمل اللعب واصفرت عن هدف، لكن انا شايف ان اللعبه دي لو ما كانش كان المفروض يبقى فيها ركله جزاء لصالح نادي الزمالك، لان هو انا الحارس اللي رايح وهو اللي جاي للعيب ما خدش الكره واحتك اهو بجسمه في مهاجم الزمالك فكان المفروض يبقى فيه ركله جزاء، وهو انا مش مع صبري لان اللعبه ما كانتش رايحه للجول، لان لو لاحظنا كان في ثلاث مدافعين من الاهلي كانوا موجودين، فكان ممكن، لكن هي حظه كويس ان هي اصفرت عن هدف يعني. تمام. يعني النهارده بقى يعني النهارده اسامه السيد قدم مباراه ومحمد فاروق، يمكن صبري النهارده بس انا يعني بلوم عليه شويه ببعض القرارات، كان شويه صبري النهارده كان شايفه في القرارات شويه في مباريات كتير صبري قدها احسن من كده، بتمنى له التوفيق في القادم باذن الله يعني. تمام، شرفتنا شرفتنا ونورتنا يا كابتن ايمن يعني، واستمتعنا طبعا بالحالات التحكيميه كلها مع كابتن ايمن دجيش، خاصه كمان النهارده كانت مباراه فيها حالات تحكيميه كتير وضربات جزاء، فكابتن ايمن دجيش بنشكره طبعا على توضيحه لكل الحالات. بشكر ضيوفي النهارده برضو اللي شرفوني يعني ونوروني، كابتن فتحي نصير، كابتن احمد بلال، كابتن محمد حشيش، ونتمنى ان شاء الله نكون يعني قدمنا لكم حاجه استمتعتوا بيها. بنبارك طبعا لفريق 2001 اللي حسم بطوله الدوري مبكرا، والنهارده كمان بنبارك له على البطوله المصغره قمه الدوري بين الاهلي والزمالك تحت 17 سنه، وبالمناسبه امبارح كمان حقق فريق النادي الاهلي مواليد 2000 بطوله الدوري، فدي البطوله الثانيه اللي بيحسمها فريق داخل قطاع الناشئين. بشرة خير النهارده مباراه اهلي وزمالك 3-2 ان شاء الله، القمه ان شاء الله يوم 30 مارس، نتمناها ان شاء الله تكون قمه اهلاويه، وبرده نكرر برده الفوز.